وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الكتاب عنوانه كتاب أصول السنة، ويعني به العلماء أمور العقيدة، لأن السلف ألفوا كتباً في العقيدة لما ظهرت البدع والأهواء، وسموا هذه الكتب بالسنة وأصول السنة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيرها من الأسماء، كلها يعنون بها كتباً في الاعتقاد وكتب في العقيدة. والسبب في هذه التصانيف هو محاربة البدع التي ظهرت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام وانتشرت، ولكن أول بدعة ظهرت هي بدعة الخوارج، ورأسهم هو ذو الخويصرة التميمي حرقوص بن زهير، لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، لئن كان الله أمرك أن تعدل فإني لم أرك تعدل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضي، وفي رواية من صئصي، هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، إلى آخره. ولكن انتشرت هذه البدعة، بدعة الخوارج، في أواخر عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرجوا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قاتلهم وقتلهم في معركة النهروان المشهورة المعروفة. فكانت أول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج، وكان أول ظهور هذه البدعة كان خروجاً بالكلام، لأن ذو الخويصرة قال: يا محمد، لئن كان الله أمرك أن تعدل فإني لم أرك تعدل. وفي رواية قال: يا محمد اعدل، فما هذه قسمة أريد بها وجه الله. يعني أول خروج كان بشنو يا جماعة؟ بالكلام، اللسان. وده فيه رد على الشبهة اللي بيجيبوها ناس محمد الأمين إسماعيل وغيرهم من الإخوان المسلمين، اللي بيقول لك الخروج ما بيكون إلا بالسيف. أول خروج وأول خارج في هذه الأمة المحمدية ما خرج في الأول إلا بشنو يا جماعة؟ باللسان. والخروج باللسان أدى إلى الخروج بالسيف والسنان. فأصل الخروج وأول من شيء أصلا كان بشنو يا جماعة؟ كان باللسان وبالتحريض: يا محمد، لئن كان الله أمرك أن تعدل فإني لم أرك تعدل. وكان بالرأي، أرى وأعتقد وأشوف وأنبسط، كان بالرأي. فكذا الخوارج أصلا أصحاب رأي وطلاب دنيا، كما قال علي بن أبي طالب: الخوارج طلاب دنيا. ثم بعد هذه البدعة ظهرت بدعة الرافضة، وهم الذين تشيعوا لعلي بن أبي طالب وزعموا كذبا وزورا أنهم من شيعته، حتى غلوا فيه وآل بهم الأمر أن ألهوه، واعتقدوا أنه إله يعبد مع الله سبحانه وتعالى. فأحرقهم علي رضي الله عنه بالنار، وقال عبد الله بن عباس: لو كنت مكان علي لما حرقتم بالنار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعذب بالنار إلا ربها، رواه البخاري. ولكنه اجتهاد رآه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجر، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجران، إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وفعل علي ذلك كما قال العلماء، حرقهم بالنار لما رأى من شناعة جرمهم،
أنهم جعلوه إلها مع الله سبحانه وتعالى، فلما رأى شناعة جرمهم وفظاعة عملهم رأى أن يحرقهم بالنار رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين الصحابة. طيب، ثم ظهرت بعد ذلك بدعة القدرية، بدعة القدرية، وكان أول من ظهر وقال بالقدر في الكوفة معبد الجهني، معبد الجهني، وجاء اثنان من التابعين إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو داخل إلى مكة إلى الحرم، فاكتنفاه أحدهم عن يمينه والثاني عن يساره، فأخبره خبر هذا القدر الذي ظهر، فقال أخبراه أني براء منه وأنهم براء مني، فوالذي يحلف بي أو فوالذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا وما آمن بالقدر ما تقبل منه. ثم ساق الحديث الطويل. حدثني أبي قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث، أخبرني عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان عن الساعة عن أمارات إلى آخر. ثم توالت باقي البدع التي ظهرت، وأكثر ما انتشرت البدع في آخر عصر الدولة العباسية في عهد المامون ابن هارون الرشيد. قال العلماء كان المامون عالما وكان صالحا، ولكن تسلط عليه بشر المريزي وغيره من أهل الضلال، فسولوا له الضلال وحرفوه عن الطريق المستقيم، حتى أنشأ لهم دارا تسمى بدار الحكمة، واستوردوا الكتب الرومية وترجموها إلى العربية وما فيها من الضلال وما يسمى بعلم الكلام وما فيها من الكفر والزندقة والإلحاد، فدخلت جميع البدع في الإسلام وفي المسلمين. فلما حصلت هذه البدع كلها رأى علماء للسنة أن يؤلفوا مصنفات يؤصلوا فيها العقيدة الصحيحة، بعضهم سماها بالاعتقاد وبالعقيدة ككتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله، وقال عنه شيخنا محمد بن هادي المدخل حفظه الله هذا أعظم كتاب جمع عقيدة أهل السنة والجماعة، أعظم كتاب جمع، أعظم كتاب مصنف يعني جمع عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو المسمى بشرح أصول اعتقاد عقيدة اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. ثم جاء كتاب الشريعة للآجري أيضا في الاعتقاد، وكتاب أصول السنة للإمام أحمد والسنة للخلال والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد وغيرها، والإبانتين الكبرى والصغرى لابن بطة وغيرها من الكتب. السبب في هذه التصانيف حفظ العقيدة والإيمان والسنة في قلوب المسلمين. ولذلك يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى دراسة هذه الكتب وبالذات كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل مهم جدا للمسلمين عامة ولطالب العلم خاصة، لأنها جمعت العقيدة الصحيحة وجمعت الردود على أهل البدع الذين خالفوا العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. أقرأ. ثم ساق الشيخ الأسانيد التي جاءت بها هذه السنة
وهذه الأصول للسنة للإمام أحمد، وهي ثلاثة أسانيد: إسناد الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، والإسناد الثاني إسناد ابن أبي يعلى الحنبلي صاحب طبقات الحنابلة، ساق أيضا في طبقات إسنادا لأصول السنة للإمام أحمد، وذكرها في طبقاته، ذكرها كاملة. وهناك إسناد ثالث وجده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المكتبة الظاهرية، في المكتبة الظاهرية وجد إسنادا ثالثا في مخطوطة من المخطوطات في المكتبة الظاهرية، وخطه الشيخ الألباني، نسخه بخطه رحمه الله تعالى. هذه ثلاثة أسانيد: إسناد للإمام اللالكائي، وإسناد لابن أبي يعلى صاحب طبقات الحنابلة في كتابه طبقات الحنابلة، والإسناد الثالث وجده الشيخ الألباني في المكتبة الظاهرية وخطه، نسخه بخطه رحم الله الجميع. هذه الثلاثة أسانيد لهذه العقيدة أو لكتاب أصول السنة للإمام أحمد تدل على صحة نسبة هذا الكتاب للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، تدل على صحة نسبة هذا الكتاب. ولذلك يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: هذه الأسانيد يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا في إثبات هذه العقيدة وهذا المصنف المسمى بأصول السنة للإمام أحمد. يعني لو واحد غالطك وقال لك يا أخي، لأنه في كلام جوا بيرد على أهل البدع كله ويأصل العقيدة الصحيحة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلو جاء واحد صوفي ولا أخواني ولا مبتدع قال لك الكتاب ده ما ثابت، تقول ده ثبت بثلاثة شنو؟ أسانيد. أسانيد وتذكر لي. قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. والسنة هي في اللغة هي الطريقة أو الطريق، وفي الاصطلاح الشرعي هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، زاد بعض العلماء أو وصف خلقي أو خلقي. السنة هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. القول يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، وساق الحديث. والفعل كقول بعض الصحابة في صحيح البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى صباطة قوم فبال واقفا، فبال واقفا. والبول واقف جائز يا جماعة، كما يستغرب بعض الناس، جائز. وكانت العرب في الجاهلية تتداوى به من آلام الظهر، كان بيقولوا زول عنده وجع ظهر يبول شنو؟ واقف. يبول واقف. لكن الشيخ بن باز قال بشرطين: الشرط الأول أن تضمن ستر العورة، لأنه الإنسان الواقف بيكون أقرب إلى انكشاف العورة للناس من شنو؟ من البول جالس. البول جالس بيكون مستور أكثر يعني، فتضمن إنك شنو؟ إنه ما بزول يشوفك تمشي بحال بعيد، ما يشوف عورتك. الشرط الثاني قال العلامة ابن باز رحمه الله: أن ألا يقع البول في ثيابك أو في جسدك،
لأنه برضو الواقف ممكن البول شنو يطاير ويرش فيصيب جسده، فلو ضمن الحاجتين ذيل فيجوز يبول شنو واقف، لكن البول جالس هو الأفضل لأنه كان الحال الغالب للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فعله مرة أو نحوها لبيان الجواز، لبيان شنو الجواز. المهم ده مثال من أمثلة الفعل، والأمثلة كثيرة، ومن أمثلة التقرير شنو من أمثلة السنة التقريرية نعم، وحديث الجارية برضو قال لا أين الله قالت في السماء، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام وشهد لها بالإيمان، والأمثلة كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد. وزاد بعض العلماء في تعريف السنة قالوا أو وصف خلقي أو خلق. السنة هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا تعريف المحدثين. أما في اصطلاح العلماء الذين صنفوا في العقيدة سموا كتاب ككتاب السنة للخلال، كتاب السنة للإمام أحمد، كتاب السنة في آخر سنن أبي داود، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري. قصد العلماء بهذه المسميات السنة وأصول السنة وكتاب الشريعة للأجري وشرح أصول، قصدوا بهذه الأسماء معنى واحد وهو العقيدة، قصدوا معنى واحدا وهو العقيدة، التوحيد يعني. هذا في اصطلاح العلماء في هذه الكتب، كتاب السنة أصول السنة لإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لعبد الله بن إمام أحمد بن حنبل وغيرها من الكتب، قصدوا بها العقيدة. فكده حتلقى جوا العقيدة الإسلامية الصحيحة والرد على العقائد الفاسدة وعلى أهل البدع والأهواء. أيوة. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة التمسك بما كان عليه، التمسك أتى بها المصنف من الكتاب والسنة، قال تعالى في الكتاب فاستمسك بالذي أوحي إليك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في السنة فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها. هذا هو الشاهد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهناك فرق بين التمسك والتشدد، التمسك هو الالتزام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح كما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكما أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال فاستمسك بالذي أوحي إليك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسكوا بها فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أما التشدد هو الإتيان بشيء زائد على الشرع والتمسك به، تجيب حاجة حتى لو من الدين وتزيد عليها وتمسك شنو؟ تمسك فيها. والتشدد هو التطرف وهو التنطع وهو الغلو، لأن الغلو هو مجاوزة الحد بزيادة أو نقصان، فهو نوع من الغلو أيضا التشدد. نعم. والاقتداء بهم وترك البدع. التمسك أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. نعم. هذا أصل أصول السنة، أن تتمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه، أولا لأن الله أمرنا بذلك، قال تعالى ومن يشاقق الرسول
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى أي من الضلال ونصله جهنم أي في الآخرة يوم القيامة وساءت مصيرة. يعني الذي يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين المقصودين في هذه الآية عاقبه الله عز وجل بأن يوليه ما تولى يعني يضل يعني ويصليه جهنم ربنا يدخل نار جهنم. المؤمنون في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين قال ابن كثير وغيره من المفسرين والعلماء هم الصحابة. طيب الشعبين أتباع الترابي سمعت لهم شبهة لما تقول لهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة بقول لك الدليل شنو بتجيب لهم الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أقول ابن كثير وغيره قال المؤمنون هم شنو الصحابة أقول لك ده رأي من ابن كثير ليه بردوا لأنه لو أثبتت لهم وأثبتوا معاك إن الكتاب والسنة بفهم الصحابة يبقى منهجهم كله شنو يا جماعة اتهدم كله اتهدم. أي حاجة بينكروها من الدين تجيب لهم الدليل من الكتاب أو السنة وتقول لهم فهمها الصحابي الفلاني كذا يبقى منهج شنو بطل. وبطل بذلك جميع مناهج أهل البدع على وجه الأرض. إذا ثبت معاك المبتدع مسألة واحدة بس يبقى منهجه كله هتهدم له اللي هي شنو المسألة الواحدة إن الكتاب والسنة بفهم من الصحابة. شاكيل الدجال لما ناظر أبو بكر عبد الرازق في التلفزيون الشعبي ذاك في إثبات حد الرجم الدجال ما فهم الحاصل ذاته شنو في المناظرة بس ما زق قصة السمك وعزمتهم سمك وما سمك سمك بتاع شنو الموضوع بتاع النازل الكتاب بيفهموا براهم براسهم براهم. وماذا البراهم الشعبيين الصوفية بمختلف طرقهم تجانية سمانية غيرهم الأخوان المسلمين أنصار السنة كلهم بيفهموا الكتاب والسنة بشنو براسهم. لو جبنا فهم الصحابة للكتاب والسنة المشاكل كلها هنا ما انتهت. عشان كده بنكر إنه كلمة المؤمنين ويتبع غير سبيلي المؤمنين ينكروا إنها الصحابة. أقول لك دليلك شنو ابن كثير ذاته دليل شنو عندنا دليل وابن كثير والعلم عندهم دليل من آخر سورة الأنفال الآية 74 احفظوها دي مهمة جدا لأنه دي بتقطع أصول الضلال وشجرة أهل البدع من أصولها والله الذي لا إله غيره. طيب نحن قلنا ويتبع غير سبيل المؤمنين المؤمنون هم الصحابة الآية 74 من الأنفال ربنا قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الله ذكر في الآية دي صنفين واضحة الآية والذين آمنوا وهاجروا الهاجروا دي المنون صحابة هاجروا المهاجرين من الصحابة مش كده المهاجرين من الصحابة وهاجر وهم أفضل من الأنصار. طيب وهاجر وجاهدوا في سبيل الله ذل المهاجرين والذين آووا ونصروا النصر المهاجرين ذل المنون وآووهم آووهم قال لهم سكنوهم وآووهم في بلدهم ونصروهم ذل المنون ذل الأنصار. ربنا قال الصنفين ذل المهاجرين والأنصار الصنفين ذل أولئك هم المؤمنون حقا ذل هم ذاته. وهناك ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وربنا قال المؤمنين حقا هم المهاجرين وشنا يا جماعة والأنصار. إذا نتبع سبيل المهاجرين والأنصار اللي هم من الصحابة وأي زول بيتبع غير سبيل المهاجرين والأنصار الله قال نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره نولي ما تولى يعني يضل.
إذن سبب ضلال العالم الآن، ناس الضالين من العالم يعني، هو الفهم بينتموا للإسلام الفهم الخاطئ للكتاب والسنة، وأنهم فهموا الكتاب والسنة بغير فهم الصحابة. فإذا لازم تحفظ الآيتين دل مع بعض، لازم لازم. لكن وده سلاحك، لكن أحيانا بيجوا لكم عنده سلاح قوي جدا لكن ما يقدر يضرب، يكون أروش ضار يضرب العدو يقوم يضرب نفسه. عشان كده ما إنسان تعلم الحجة يستطيع شنو يا جماعة؟ أن يحاجج، أن يحارب بها ويحاجج بها. حيجينا بعد شوية ترك الخصومات والجدال في الدين، حيجينا بعد شوية. طيب إذن يا جماعة واجب على جميع المسلمين أن يفهموا الكتاب والسنة بفهم من؟ الصحابة. الصحابة. ومن فهم الكتاب والسنة بغير فهم الصحابة، قال تعالى نوله ما تولى من الضلال والغي والانحراف عن الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ونصله جهنم كمان وساءت مصيره. عشان كده جوا الحديث لما قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة في الأهواء، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأصحابي قال 72 ماشي النار، واحدة ماشي الجنة. قالوا لي ماشي الجنة الوحيدة دي من يا رسول الله؟ قال من كان، انتبه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أصحابي يعني الخالف منهج الصحابة حيكون من 72 فرقة الماشي وين؟ النار. وده مصداق للآية تماما، نوله ما تولى ونصله وين؟ جهنم. جهنم اللي هي النار ذاتها. ده لما نخالف سبيل المؤمنين. المؤمنين فالنصوص تفسر بعضها بعضا. يبقى الموضوع كله دائر في فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة. عشان كده الليلة أي طائفة وأي جماعة إسلامية إن صح التعبير زي ما بقول أحمد البدوي طوالي، أي جماعة إسلامية إن صح التعبير بتقول شنو؟ بتقول نحن كتاب سنة وسنة. أي جماعة تجاني بقول نحن كتاب وسنة، القادرية بقول نحن كتاب وسنة، الأخوان المسلمين يقول لك كتاب وسنة، لكن الفرق بينه وبينهم شنو؟ فهمه. إنه ده كتاب وسنة بفهم شيوخي تجاني بفهم التجاني، القادرية بفهم من؟ السمانية بفهم البرعي وفلان والحفياني وغيره 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 والفاتح غريب الله، وديك بفهم محمد اسماعيل المرغني، وديك بفهم من؟ وديك بفهم محمد علي بن اسماعيل، وديك بفهم سيد قطب، وديك بفهم عبد الحي يوسف. لا، كتاب وسنة بفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الشيخ الألباني فائدة عظيمة جدا هنا، قال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية الواحدة، قال من كان، هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، قال لم يكتفي بذلك، قال ما قال على مثل ما أنا عليه اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم وبس، قال وأصحابي. ليه؟ قال ليدل بذلك على أن الكتاب والسنة هكذا بلا فهم لا يكفيان، وإنما لا بد أن يفهمان وبفهم الصحابة. ولذلك قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لأنه ما يكفي تقول كتاب وسنة بس، يعني ما يكفي الآن الإنسان يحفظ القرآن كله حفظ بس رسمي بس، ويحفظ السنة كلها بدون معنى صحيح، ما يكفي ويضل ويدخل النار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وده سبب ضلال البشرية على وجه الأرض الآن كلها، الضالين سبب ضلالهم هو هذا السبب الوحيد. حتى العقيدة والتوحيد ضلوا. ليه؟ الصوفية يقول لك نحن شاعر ونحن ما تريدية، فهموا العقيدة في الكتاب والسنة بفهم من؟ شيوخهم. ديك بفهم الجهم بن صفوان، وديل بفهم واصل بن عطاء، وديل بفهم عمرو بن عبيد، وديل بفهم من؟ بفهمهم هم، ما بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في آيات الصفات الصحابة كانوا يمروها كما جاءت، يقولوا السلف يقولوا أمروها كما جاءت ويثبتوها ويعلم أن لها معنى صحيح،
يثبت المعنى ولكن يفوض شنو؟ الكيفية. يثبت المعنى ويفوض الكيفية. أما أهل البدع منهم من يشبه ومنهم من يكيف ومنهم من يمثل ومنهم من يفوض تفويضا باطلا وهو تفويض المعنى والكيفية. وديل المفوض هم أهل بدع زي شيوخ الأزهر ديل جماعة اللي بيلبسوا عصيدة فوق راسهم ديل 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 إما أشاعرة وإما شنو؟ ماتريدية وإما مفوضة. في مؤتمر شيشان واحد منهم مجرم ضعيف كده دكتور دكتور ميم كلهم وزعوا عليهم قاعد ده مفوض كلامه كله يدل على شنو؟ تفويض. الإنسان الما بيعرف أهل البدع وحالهم تمام بصورة دقيقة ينطلع عليه أمر المفوضة تحديدا. ممكن ما ينطلع عليك أمر المشبه أو الممثلة أو المعطلة وكذا، لكن أمر المفوضة بينطلي على كثير من الناس، حتى يمكن بعض الخواص من الناس. أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون شنو؟ الكيفية. ذيك بيقولوا لا معنى ولا شنو؟ لا كيفية ولا كيفية. باختصار شديد دل المفوض.